وهنا أود أن أعرب عن خيبة أملنا عن عجز مجلس الأمن الدولي من اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية حتى الآن. أصحاب الفخامة والسمو المعالي، نطالب كذلك بفتح الفوري لممرات إنسانية آمنة وسماح بإجلاء المصابين وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها. كما نؤكد على تمسك المملكة بالسلام خياراً استراتيجياً عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية. الحضور الكريم، حرصت المملكة منذ اندلاع هذه الأزمة على التشاور والتنسيق مع أشقائي وشركائي في المجتمع الدولي، ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحفيز تحرك حاسم من المجتمع الدولي لإيجاد حل ينهي هذه الأزمة ويسمح بالخروج من نفق المعاناة ويفسح المجال لحوار جاد حول مستقبل القضية الفلسطينية وبحث سبل دعم المجتمع.